خويا. لا من حقي من حقي. على أين الجلسة هي بدأت، ولكن مادام كيكون عدة ملفات في الجلسة فقر الرئيس نظرا لكثرة المتهمين، أنا كاين 12 متهم في هذا الملف، قال لي فضلوا أنهم يخليوا الملف هو الآخر باش يعطيوه وقته ويتناقش كاملة، وإذا كان القرار كيدل على شي حاجة أنا كيدل بأن راه كاينة مناقشة، وغنتناولوا أولا المناقشة في الدفعات الشكلية، والموقف ديال المحكمة كيبين بأنك غادي تكون دفعات شكلية جدية، والدفعات الشكلية كيعني أن المسطرة ما تحترماتش، المسطرة هي اللي كتضمن الحقوق ديال المتقاضي أمام المحكمة، واللي ما احترمتش الشروط ديال الشروط الشكلية اللي كتضمن الحقوق يعني الحقوق ما تضمناتش. هذه هي الخلاصه ديال هذا القرار، هذا ديال بان الملف يولي كيتناقش هو الاخر باش يتاخذوا الوقت، يعني فيه مناقشه، واذا كانت الشكليات فيها مناقشه يعني المسطره ما تحترماتش والحقوق ما مضموناش. بشكل عام كيفاش غنقول لكم بصراحه انا ما مرتاحش، ما كاينش نحس بالراحه في واحد الملف اللي عندي. الموكل ديالي ناصر الدين زيان معتقل تحكميا لان بدون سند، لان بعد انتهاء الفتره ديال الاعتقال الاحتياطي ديال الشهر ما بين 24 افريل وما بين افريل وماي بقات واحد الخمس ايام ما تخد فيها حتى قرار، وبقى معتقل بدون سند، القضاء مفتح بحث، حتى واحد ما كيتسائل، ما بغاوش يعطيوه الصراحه بالرغم من هذا الخرق هذا، وبغيت يكون مرتاح.